FM. الكلمة ليك. هبط طلب العروض هذا في الجريدة واللي هو أهم حاجة. إذا كان هبط طلب العروض معناتها راهي الفلوس مرصودة وراهي تدخلات حينين. البروجي نتاع حي الصفصاف ونتاع حي الانطلاق على مستوى الحمامات هو جزء صغير من البروجي الجملي اللي قام به الديوان الوطني للتطهير واللي كلفته 5 مليارات. تم تخصيص 900,000 دينار للأحياء هذه على مستوى بير بورقبة مش تتمتع بقيمته 900,000 دينار في البروجي هذا. من بعد ما صار طلب العروض وانا كنت نسمع في الأخيان وعندهم الحق وزارهم عديد المواطنين صار إشكال إداري انه طلب العروض هذا ما وقعش اعتماده نظرا ظروف إدارية لكون المقاولين اللي قدموا عم ناول ما توفرش فيهم الشروط. دونك عاود طلب العروض هبط هذا تو. والحاجة الباهية اللي قلناها للأهالي واللي هي حاجة ممكن معناتها طريفة شوية اللي كانوا كونوا نهارة اللي صارت الوقفة الاحتجاجية تزامنت نهارتها مع فتح العروض. دونك احنا تو ديجا العروض اتفتحت نهارتها نهار 4 ماي وتويكا بعد مرحلة فتح العروض فما بعض الإجراءات الأخرى واللي نعرف اللي المواطن فد من كلمة هاو باش وهاو هاو هاو كيفاش حبيت اليوم فد حتى من كلمة الإجراءات الطويلة والمعقدة هذاك علاش حبيت اليوم معناتها مباشرة من برنامجك نقدم لهم تواريخ إن شاء الله بقدرة ربي تكون مضبوطة. احنا تم فتح العروض نهار 4 ماي تويكا ديوان وطني التطهير بصدد إعداد تقرير الفرز للعروض هذه يقول العرض الأولاني كذا العرض الثاني كذا العرض الثالث كذا يعرضوا في غضون إن شاء الله آخر الشهر هذا على اللجنة الداخلية للصفقات اللي هي تقوم بالتأشير على العروض وبالتالي معناتها اختيار المقاول أبارتير إن شاء الله من الكانزين الأولى متاع شهر جوان مش يتم إمضاء الصفقة وإعطاء الإذن للمقاول للشروع فورا في الإجراءات والإجراءات هي متمثلة في ربط الأخيان هذوما بشبكة التطهير بكلفة جملية بقيمة 900,000 دينار مع تعهد البلدية سابقا انها مش تقوم هي معناتها ببناء السياج باش تحمي الارض من البارتي الثانية متاع المالك الارض هذا. دونك ان شاء الله بقدرة ربي دي سي اخر شهر جوان معناتها او بلوتار الجمعة الاولى متاع شهر جويلية تنطلق الاشغال على ارض الواقع. وبشرة اخرى نزفها للمتساكنين متاع الحي مباشرة من كابا فام اللي يكونوا البروجي هذايا مش يشمل ما بين زغوان ونابل حوالي 30 حي. احنا خذينا وعد من الديوان الوطني للتطهير باش يكون حي الصفصاف هو اول حي يقع التدخل فيه. دونك هذاك علاش من الاسبوع الاول من شهر جويلية التدخل مش يكون في حي الصفصاف. كابا فام الكلمة ليك.